مصدر من ليبيا ولكن يجينا على طريق مصر. نبي خلاص ولا زبادي؟ بس غالي، قبل يومين ماخذينا بثلاثة. ساعات نبيعها بسبعة، وأحيانا يصير بأربعة، أحيانا يصير بعشرة. فقيران يبيع على طريق دبي. سمن غنم. ثاني شكل ما تقول مزلة إلى آخره. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مع هذا الاستطلاع، استطلاعنا لهذه الليله راح يكون عن الفقع وعن الدهن العداني، وحياكم الله. كم اشتريتوا الفقع هذا؟ اشترينا الكيلو ب 12 والكيلو ب 7 اشتريناه. شنو نوعه؟ هذا زبيدي وهذا شمر. اي الزبيدي بكم؟ الزبيدي ب 12 والشمر ب 7. غالي ولا ها؟ يعني زين، احيانا يصير غالي واحيانا يصير رخيص. والله خلص الفقع اللي عندي انا، الكميه يعني مثل صندوقين ثلاثه. من متى كنت قاعد من الصبح؟ كم ساعة؟ نقعد الساعة 8 7 ونص 8 نشتري من السيارات اللي يبيعون من هنا. كم صندوق كنت حاط وخلص؟ حطيت خمسة ثلاثة أربعة مو واحدة. اليوم كم صندوق؟ اليوم أربعة عندي. شنو كنت أنواع اللي بايعها شنو؟ خلاص. شوف قاعد ناجر بالسوق، شو السالفه؟ والله غالي، قبل يومين ماخذينه بثلاثه، ثلاثه ونص. اي نوع كنت قبل يومين؟ زبيد هذا الاسود هاي. خلاص اي. واليوم كم قالوا لك؟ اربعه، اربعه ونص، خمسه. زبيدي؟ زبيدي ب 13. اي ناوي تشتري ولا بتروح بيتكم يعني؟ لا بروح بيتي. شنو الفقع هذا؟ شنو نوع اللي عندك؟ هذا الفقع طال عمرك من ليبيا، مصدره من ليبيا ولكن يجينا على طريق مصر من مطار القاهره يتحمل. الحين هذا شنو نوعه؟ هذا طال عمرك زبيدي درجة ثانية، هذا درجة ثانية، وهذا درجة ثالثة، وهذا درجة ثانية. اي زين، وهذا؟ هذا طال عمرك خلاصي، هذا درجة أولى وذاك درجة ثانية حسب الحجم يعني. هذا كله من ليبيا؟ كله من ليبيا طال عمرك. قلت درجة ثالثة ودرجة ثانية، في درجة أولى؟ درجة أولى هذا طال عمرك الخلف اللي مني حطه هني، لانه الاكثر الناس طبعا تبي من هالاشياء شوي ارخص انسب، فذاك مكلفنا حاطينه، لكن اللي يطلبه ما نعز عليه يعني. هذاك الزبيدي ها؟ اي نعم زبيدي. كم تبيع كيلو؟ لكن نبيع بالتفاريد 12، ولكن اللي يبي جمله نعطيه على 10. مرحبا حجي. هلا سهلا، حياك الله. اشتريت فقع ولا الحين ندور؟ والله للحين ندور، ما شرينا. شنو ناوي تشتري ان شاء الله؟ نبي خلاص ولا زبيدي؟ اي واحد راح تشتري منه احسن، الزبيدي ولا الخلاص؟ والله الخلاص هم زين والزبيدي زين. ايش رايك بالاسعار؟ والله اسعار مناسبه، زينه اسعار. كم قال لك الزبيدي؟ والله للحين ما سمته. الخلاص؟ الخلاص زين بس ما للحين ما سمته، خلينا نشوف. خير ان شاء الله، شكرا لك. خلينا نسال الرجال نشوف. كم هذا على أربعة، وتبي الصحن كله أبوه على ثلاثة ونص. آخر شيء هذا. هذه تماما نوعها تماما، وهذه شوف هذا الخلاصة فيها فرق، هذه حمراء الخلاصية حمراء، والتماما تصير سوداء ومن داخل أبيض. في ناس يشترون التماما هذه؟ إيه نفس الطعم، ما يتغير شيء عن الخلاصة. الخلاصة بكم تبيعها هذه؟ خلاص على هو السوق، ساعات نبيعها بسبعة وأحيانا يصير بأربعة أحيانا يصير بعشرة. مو كم كيلو تبيعون باليوم؟ مو سوى، احيانا نبيع 100، احيانا 60 كيلو، احيانا 50 كيلو، على هو السوق، لان السوق بساعه يمشي، احيانا يصير فيه ركود بالسوق. زين انتم الخيشه والكرتون اللي تشترونه بكم تطلع عليكم؟ يطلع علينا الله يسلمك، احيانا الكيلو يطلع علينا بتسعه، واحيانا بثمانيه، تخرج منها احيانا 7 كيلوات رمل تكرم. تراب يعني ومكسوره، وهذا نصفي على شيء ثلاث كراتين، احنا نخسر فيها احيانا 90 دينار ثلاث كراتين. اذا صارت الكميه اللي تاخذ ان فيها خشنه لا طلعت، اذا صار الناعم اكثر من الخشن لا والله تخسر فيها. اذا لو سناك احنا الموسم الفقع ما انتهى؟ لا بالنسبه لديرتنا هني انتهى، يعني اخر فقعي، يعني اخر فقع، لو يجي مطر تخيس بعزه القادر وفي مكانه في موقعها. لو سناك احنا الخلاص هذا والزبيدي اللي عندك من وين انتم جايبينه؟ من ليبيا ومن مصر، يقولون من ليبيا جاء عن طريق مصر، هذا حسب المعلومات اللي نعرف عنها. السلام عليكم. سلام يا اهل اخوي. شو اللي عندك حجي الحين هذا؟ عندي هذا الفقع. اي شو نوعه؟ نوعه هذا زبيدي وهذا خلاصي.
اي وهذا زبيدي هذاك خلاصي. شنو مقسم على شنو؟ على الدرجه يعني؟ يعني على الكبير وصغير بس، ولا هذا هذا يعني زبيدي وهذا خلاص بس. الزبيدي بكم تبيع اليوم؟ نبيع هذا والله نبيعه بثمانية، والكبار هذاك نبيعه ب12 و10 مو سوى. ايش حق الزبيدي الكبار تحطونه ورا يعني؟ ذاك يعني زباينه وايد ياخذون. زين والخلاص شلون نقبل الناس عليه؟ والله زين وايد. الحين برمضان في ناس وايد يشترون فقع شغلات كذي. يشترون والسوق ماشي والحمد لله. زين انتم باليوم كم صحن او معون قاعد تحطون عليه؟ مو كم صحن، احنا باليوم يعني نشري 500 كيلو 1000 كيلو، كان نشري 1000 2000 كيلو. يروح كله يروح. نفس اليوم يعني؟ يروح نفس اليوم. هذا خلاصي. كم قالوا لك كيلو؟ والله يقول بدينارين ونص. ناوي تشتري بدينار ونص ولا الحين قاعد تساوم؟ والله شريت خلصت انا. كم كيلو راح تاخذ؟ والله ما ادري بس نشوفه، ما ادري الحين يبين بالميزان. كيلو ونص. قاعد ننقي ندور من زين؟ اي نعم. زين من الاحسن الاخلاص انت قاعد تاخذ الخلاص ولا الزبيدي؟ والله هو هذا اصفى انه ما في تراب. السلام ورحمة الله. شو نوع الدهن هذا اللي عندك؟ هذا طال عمرك سمن غنم. الدهن العداني. الدهن العداني غنم. من وين تجيبونه انتوا الحين هذا؟ والله طال عمرك احنا نشتري من السعودية وجيبونه هني من سوريا بعد. بدو. نشتري من بدو يجيبونه هني بالكلوات على 60-70 كيلو وناخذه. نفرد فيه ونترزق الله. زين بكم تشترون الكيلو انتوا الحين؟ والله يطلع الكيلو على 5 انير 4.5 5 انير، نبيع على 7.5 على 7. زين نوعيته هذه طريقته انتم تشترونه جاهز ولا انتم اللي تعملونه؟ احنا ساعات نشتري ابيض ونحط له بزار خاص بورات مات سمن، وعلى اساس اللون نغير لونه شويه وترزق الله والبيع. زين لو حبينا نسلك مثل واحد يعني غشي ما يعرف بالدهن، شلون نعرف ان هذا دهن عداني اصلي يعني؟ والله على ضمير الانسان، على ضمير البياع. انا في ناس يجون ما يعرفون، شباب يقول ما نعرف، اقول اخذ الدهن استعمله يوم يومين واذا ما عجبك رجع لي فلوس كمان. شلون اعرفه يعني من الاستعمال؟ شلون اعرفه يعني؟ على الطعم، طعم السمن. شنو تضيفوا له انتوا الحين الدهن هذا؟ ها؟ يضيفون له طال عمرك بهارات مثل حبة حلوة وكركم، ما كركم هذا الحريم يعرفون له. انت قلت هذا ما يعجبني، شلون عرفت؟ عندك خبرة الموضوع؟ ريحته في خلط. خلطة شنو يعني؟ يعني خلطة دهن ثاني شكل ما تقول مزلة الاخري. شلون تعرف انت؟ الريحة. انا امس طريت السوق كله لقيت عند الحرمة هذا اللي هنيك في حرمة، قلت له هذا كله مو زين، طلعت لي شوي شيء بسيط يمكن نص كيلو، قلت هذا زين. يعني لك خبره بالدهن معناته انت؟ عرب بدوي. نعم. يعني من اشم عارف انه شكل ما تقول مخلوط ولا مو مخلوط ولا زين. الطيب كم تشتري؟ يعني اول كان ب 15 ب 14 12 بس اللي عارفك يعطيك اياه ب 10. الحين لا اللي بسبعة وستة وخمسة هذا مو طيب. الحين ناوي تشتري إن شاء الله ولا؟ والله لا والله مو ناوي أشتري، بس بتفحص الدهن الزينة وإن لقيتها أشتريها يعني ما هدا. يعني الدهن الزينة نعرف من الريحة يعني؟ ريحة تعطيك ريحة أصلاً، هذا الريحة لاحظ. أنا والله ما عندي. هي يعني ما في. في النهاية أعزائي المشاهدين تقبلوا تحيات الزملاء عادل موسى وعادل محمود غلوم من الكاميرات المحمولة، وحتى نلتقي في استطلاع رمضاني ثاني لكم تحيات وسط البرنامج، مع السلامة.